ناخد رأي. طيب أخيرا أنا كابتن، ما تبعتوش بس الكرة بتاعت الجون النهاردة بتاع حرس الحدود، ما تبعتوش عشان هيزعلوا. بص لا، ما هو النهاردة يا جون النهاردة ما يتبعتش. لا بالعكس، على فكرة تحكيم مصري تحكيم محترم للأسف. لا ما حدش قال حاجة. لا لا لا، ما أنا عادي يعني. للأسف هناك ناس بتهاجم التحكيم المصري، للأسف الواحد مش عارف يقول ايه ولا طيب. ايه. طيب انا قدامي دقيقة كابتن عصام، بس الخوف من حاجة بس حضرتك ترد عليا، ان يبقى في ضغوط يعني، ممكن حكم بكرة في مباراة الزمالك والنجوم يبقى متحفز جدا ومش عايز يغلط جدا يعمل مشكلة تانية، ممكن يبقى في ضغوط من اللعيبة على الحكم فيعمل حاجة سواء إيجابية سواء سلبية، ده اللي أنا أقصده. ما هو ده اللي احنا بنقوله يا مجيب، مين اللي بيعمل الضغوط؟ الله، احنا يا أخي يعني أنا مش عاوز بس أقول كلام يعني صعب إنه يتقال، ولكن طيب. احنا لا حد بيملى علينا حاجه يا مهيب اكيد. لا انا لا ما فيش طبعا، ما نقدرش نشكك في نزاهه الحكام، ما نقدرش. طيب اللي بيحط ضغوط المشاكل اللي قلت لك عليها من قبل بدايه الموسم، من قبل بدايه طيب. الموسم، وده يقول لك عاوزين حكام اجانب طيب. وده يقول لك ده بيجامل ده، وده يقول لك مش اخيرا 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 كابتن عصام، عشان بس انا خلاص انا حلقتي خلاص خلصت، ضربتين الجزاء النهارده ضربتين جزاء صحيحتين ولا لا؟ ضربتين ايه للنادي الاهلي؟ ها فين دي؟ فين دي؟ مفيش. ها مفيش يا راجل، ده قالت به قانون كره القدم. تمام، مفيش ضربات جزاء. بس انا عايز اسمع كده بس. بشكرك طبعا كابتن عصام عبد الفتاح رئيس لجنه الحكام. انا قدامي دقيقتين كلمه للكابتن، دقيقه للكابتن.